بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا تتمة النماذج الفروض اللي كنشوفوا على القناة خاصة بجميع المستويات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا امتحان او فرض محروس خاص بالتربية الإسلامية بالنسبة للمستوى الاول ابتدائي. اذا بالنسبة لنماذج الفروض ديال جميع المواد او لجميع المستويات غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. بالنسبة للناس اللي كيتابعوني على الفيسبوك نخلي لكم كذلك رابط صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف. مرحبا بكم فيما كنتو. كنتمنى انكم كتستفدوا من الفروض وكتستفدوا كذلك من الدروس اللي كنوضع على القناة. بالنسبة للناس اللي ما كيتوصلوش باشعار بان ديال الدروس وديال كذلك الفروض، كنتمنى انكم تاكدوا انكم فعلا فعلتوا جرس الاشتراك، لانه هذه هي الطريقه الوحيده باش توصلوا بالاشعارات ديال انني وضعت اما نماذج الفروض واما الدروس على حسب اشنا هي الوقت اللي حنا فيها. واخا جيد جدا. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا نموذج خاص بماده التربيه الاسلاميه. اول حاجه كنأكد عليها دائما انه ضروري تكتبوا الاسم ديالكم هنايا بخط يكون جميل جدا، الاسم والنسب من طبيعه الحال، خط يكون جميل جدا ومفهوم ومقروء. واخا باش نعرفوا نقدروا نميزوا الورقه ديالك من الورقه ديال الزميل ديالك. جيد جدا. اذا شوفوا معايا، نحاول اننا نشوفوا اول سؤال. استظهر سوره الفاتحه. هنا لدينا ثلاث نقط. كنظن ان كلكم حافظين سوره الفاتحه وقدرتوا انكم تستظهروها بطريقه اللي هي جيده وبدون أخطاء. جيد جدا. شوفوا السؤال رقم 2، لون الجواب المناسب. لدينا هنا ربي خلقني وحدي، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقني وحدي يعني بوحدي، ما يمكنش فالله تعالى خلق جميع المخلوقات. ربي يحبني، فالله تعالى يحب الجميع ويحبني كذلك. صحيح، محمد نبي، أكيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. لا أقتدي بنبي، خطأ، لازم أننا نقتدي بأفعال وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى أنه نحاول أننا نتبعه ونديره بحاله. واخا، إذا الجواب الصحيح هو ربي يحبني ومحمد نبي. جيد جدا. شوفوا التمرين رقم 2. إذا نقرأ السؤال. أصل بخط، أتوضأ كما علمني. إذا هنا لدي أنا أعبد أقتدي في عبادتي، وهنا لدي برسول الله أستاذي الله وحده. إذا أتوضأ كما علمني أستاذي، فإحنا كنا قرينا الدرس ديال الوضوء وفرائض الوضوء ويعني مجموعة الأشياء اللي كتخلي الوضوء ديالنا صحيح، يعني لازم أننا نتعلمو كيف كيورينا الأستاذ ديالنا. واخا، أنا أعبد الله وحده لا شريك له، فعبادة الله سبحانه وتعالى كتكون لله سبحانه وتعالى، لا أحد غيره. واخا، أقتدي في عبادتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنني ندير بحال الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادة، سواء في الأقوال ديالي وفي الأفعال ديالي وحتى في العبادة ديالي. جيد جدا. نشوفوا التمرين رقم 4. أضع العلامة أسفل السلوك الحسن. إذا هنا لدينا، لاحظوا معايا، ثلاثة ديال الصور. هذا السلوك يبان لي أنه هنا هناك شجار ونزاع بين أصدقاء، وهذا سلوك خاطئ وسلوك غير مقبول، ما لازمش أننا نتخاصموا مع الأصدقاء ديالنا. إذا هذا ما غاديش نوضع منه علامة لأنه سلوك غير حسن. وهنا لدينا طفل ينظف، أكيد أن النظافة من الإيمان ونظافة من السلوكات اللي هي حسنة، إذا أضع علامة. وهنا لدينا طفلة تأكل تفاحة، أكيد أنه سلوك حسن، يعني ما كنتحتاج حاجة قبيحة، فقط تأكل تفاحة. إذا كنتمنى أن النموذج اليوم كان مفيد، نتلاقى معكم إن شاء الله في نموذج آخر. إلى اللقاء.